بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن موسى عليه السلام وكيف خرج هاربا من مصر بعد أن قتل نفسا بالخطأ، وبحث عنه جنود فرعون فلم يجدوه وأرادوا قتله، فخرج منها هاربا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. مشى من مصر متوجها إلى الشام، متوجها إلى مدينة تسمى مدين، وكان في الطريق جائعا عطشا، لم يجد ماء يشربه ولا طعاما يأكله، أهلكه الجوع والعطش وكان حافي القدمين. وصل من مصر إلى مدين ماشيا على قدميه، فوجد من بعيد بئرا فيه ماء، الناس حوله يسقون، عندهم من الإبل من الغنم من الأنعام يسقون في هذا الماء. فأسرع موسى عليه السلام إلى هذا الماء، إلى هذا البئر. ولما ورد ماء مدين وجد عند هذا الماء أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فتاتان بعيدتان عن الناس تذودان غنمهما وما ترعونه من أنعام وإبل وغنم، بعيدا عن غنم الناس وبعيدا عن إبل الناس، الفتاتان بعيدتان. موسى عليه السلام استغرب، ما الذي يحدث؟ وجد الفتاتين فسألهما ما خطبكما؟ فقال بكل أدب بكل حياء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لن نختلط مع الرجال، لن نزاحم الرجال، لن نسقي حتى يصدر ويبتعد كل الرجال من هذا المكان. طيب أليس لكما أخ أب يسقي لكما؟ فردت البنتان وأبونا شيخ كبير. لم يكلمهما موسى عليه السلام نظرا لحاجتهما، بل سقى لهما الماء ولم يتحدث معهما، ثم تولى إلى ظل وأخذ يدعو الله عز وجل، رب إني لما أنزلت إلي من خير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ذهبت الفتاتان باكرا هذه المرة بعد أن سقى لهما موسى عليه السلام، ذهبتا إلى والدهما الشيخ الكبير وحدثتاه بما حصل. فإذا بالشيخ الكبير الرجل الصالح في مدين يقول لابنتيه، نادي هذا الرجل أريد أن أتكلم معه. فإذا بموسى يدعو الله جل وعلا، فجأة وجد إحدى الفتاتين تمشي بكل حياء بكل أدب، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ماذا تريد؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا بدأ الفرج، هنا بدأت استجابة الدعوة، أبي يريدك، يريد أن يجزيك على ما فعلته لنا، فعلت شيئا لا يفعله أحد من الناس اليوم، إنه الأدب، إنها الأخلاق، إنها المروءة، إنها الشهامة، ما استغل وضع الفتاتين ليتحدث معهما، بل قدم الخدمة ومضى عنهما. مشت الفتاة بكل حياء، موسى أمامها تدله بالطريق بالحصى عن يمينه أو عن شماله. فلما وصل إلى الشيخ الكبير قال له الشيخ الكبير الصالح، ما قصتك؟ أخبره عن قصته، لما خرج من مصر، وماذا كان يفعل فرعون فيهم، وماذا فعل فرعون في بني إسرائيل، وكيف قتل الأولاد واستعبد الناس، وخرجت منهم هاربا بعد أن قتلت نفسا بالخطأ. فقال له الشيخ الكبير، نحن في مكان لن يصل إليه فرعون ولا جنوده. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جاءت واحدة من الفتاتين إلى أبيها فقالت، يا أبي، نحن فتيات
لا نستطيع أن نعمل عمل الرجال أو نزاحم الرجال، لما لا تستأجر هذا الرجل؟ فإنه رجل قوي ورجل أمين. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بدأ الفرج شيئا فشيئا لموسى عليه السلام. جاءه الشيخ الكبير، قال: يا موسى، أريد أن أعرض عليك عرضا. قال: ما هو؟ قال: عندي فتاتان، اختر من تريد فتزوجها، اختر أي واحدة تريدها. قال: والمهر؟ ما عندي شيء. قال: اعمل عندي 8 سنين، فإن أكرمتني اعمل لدي 10 سنين، أيما الأجلين قضيت. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى عليه السلام وتزوج إحدى الفتاتين، وعاش في مدين ليست فقط 8 سنين بل 10 سنين، كرما من موسى عليه السلام أكرمه الرب عز وجل بأن تزوج وعاش حياة سعيدة بعيدا عن فرعون وظلمه. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. فلما قضى موسى عليه السلام 10 سنين في مدين ورزقه الله عز وجل زوجة وأولادا وخيرات كثيرة، حن إلى موطن رأسه، إلى بلده التي ولد فيها، إلى مصر، فأخذ زوجته وأولاده ورجع إلى مصر. وفي الطريق في صحراء سيناء أضاع موسى عليه السلام الطريق في ليلة باردة، ليلة مظلمة، يسير موسى عليه السلام مع زوجته وأولاده وقد أضاع الطريق وخاف على أهله. في هذه الليلة الباردة ربما يهلكون من شدة البرد، ربما يأتي ما يفترسهم، ربما يحصل ما يحصل. ليلة باردة، كلما مشى موسى عليه السلام رجع إلى نفس المكان، خاف على أهله، ربما يقتلهم البرد، ربما يحصل لهم ما يحصل. فجأة رأى موسى عليه السلام من بعيد نارا فأنس بها موسى عليه السلام، فرح بهذه النار. قال لأهلهم: كثوا، اجلسوا في هذا المكان، لا تتحركوا، سوف أذهب إلى النار، ربما أجد عندها أحدا يخبرني عن الطريق، وربما آتيكم بشيء من النار تتدفؤون فيها. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مشى موسى عليه السلام وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. عند الجبل في ذلك الوادي وجد نارا. موسى عليه السلام لوحده الآن وكان أسمر الجلد، يمشي على عصا يتكئ عليها، يلبس نعلين، يخط برجليه الأرض حتى وصل بالقرب من هذه النار. في ذلك الوادي في الليلة المظلمة شديدة البرودة عند جبل اسمه الطور في واد سحيق، هذه النار كانت قرب شجرة خضراء. استغرب موسى عليه السلام، ليس عند النار أحد، والمكان مظلم، والليلة باردة، والنار لوحدها تشتعل. يقترب موسى عليه السلام، يخط نعليه على الأرض ويمشي وبيده العصا. فجأة سمع موسى صوتا يناديه. أي صوت هذا؟ يا موسى. يلتفت يمنة ويسرى، من يناديني؟ الصوت لا كغيره من الأصوات، فهو صوت ليس كمثله شيء. يا موسى. من؟ يا موسى. من عرف اسمي؟ من يناديني في هذا المكان المظلم؟ ما هذا الصوت العجيب الغريب الذي ينادي موسى عليه السلام؟ فإذا به يجيب موسى: إني أنا الله.
الله أكبر، إنه الله عز وجل يكلم موسى. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى لأول مرة. من يناديني؟ إني أنا الله رب العالمين. مباشرة سمع موسى كلام ربه عز وجل، وكلم الله موسى. ولهذا يسمى موسى كليم الله، سمع الله عز وجل يناديه يقول له: يا موسى إني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين. موسى في البداية كان خائفا، أما الآن أنس بهذا الصوت: إني أنا ربك فاخلع نعليك. خلع موسى نعليه. من الذي يكلمه؟ إنه الله عز وجل. إني أنا ربك، الله جل وعلا يكلمه. فاستمع لي ما يوحى، اخترتك يا موسى، استمع لوحي. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أمره بالأوامر، ثم قال له: يا موسى، ما تلك بيمينك؟ الآن موسى يريد أن يكلم ربه، استأنس بهذا المكان المظلم. قال: ما تلك بيمينك؟ كانت الإجابة يفترض هي عصاي، لكن موسى استرسل، أنس بكلامه مع ربه. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يسترسل موسى بالحديث: ألقها يا موسى. عصاي، ألقها على الأرض. نعم، ألقها يا موسى. قال: هي عصاي، زاد موسى، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله عز وجل لموسى: ألق هذه العصا. عصا، لم ألقيها؟ ألقاها موسى عليه السلام فإذا بالعصا تهتز، الله أكبر، تهتز كثعبان عظيم كأنها جان. ففر موسى خوفا من هذه العصا لما تحولت إليه، ثعبان عظيم. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، هرب موسى عليه السلام. ناداه الرب عز وجل: يا موسى، يا موسى، أقبل، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، لا تخف يا موسى، هذه آية من آياتي، خذها بيدك، خذها بيمينك. ماذا أخذ؟ أخذ ثعبانا عظيما. اقترب موسى، اقترب إلى الثعبان، فلما وضع يده عليها تحولت إلى عصا. يا الله، أي معجزة هذه! إذا رماها ثعبان عظيم، إذا أخذها عصا. هذه الآية الأولى يا موسى. أما الثانية، ضع يدك في جيبك تحت يدك ثم أخرجها، تتحول إلى بيضاء، نور يتلألأ. أرجعها مرة ثانية، عادت كما كانت. إذا وضعها، رجعت بيضاء. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. ما المطلوب؟ أنت مبعوث إلى من؟ اذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى في هذا الوادي العظيم وعند تلك النار المشتعلة بالقرب من جبل الطور. لأول مرة موسى يكلم ربه عز وجل، وفي هذه الليلة المظلمة الباردة وعند تلك النار بدأت بعثة موسى عليه السلام ليذهب إلى فرعون ليبلغه دين الله جل وعلا ويدعوه إلى التوحيد وإلى عبادة الله. موسى ينطلق إلى فرعون. قصص نور، قصص قصص نور، قصص. أمر الله عز وجل موسى عليه السلام
أن يذهب إلى فرعون يدعوه إلى الله جل وعلا. فتذكر موسى عليه السلام أنه قد قتل نفسا منذ زمن قديم، وأن فرعون بنفسه يبحث عنه لقتله، فكيف أذهب إلى فرعون بنفسي؟ إذا قتلني كيف أدعو إلى الله جل وعلا؟ ثم تذكر ما حدث للسانه وهو صغير، فطلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون نبيا معه، لأنه أفصح لسانا منه. فاستجاب الله عز وجل لموسى طلبه. قال الله عز وجل وهو يحكي عن موسى عليه السلام: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. الذنب الأول. المشكلة الثانية: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، اجعله وزيرا لي يا رب، رد أن يصدقني، اشدد به أزري وأشركه في أمري. فقال الله عز وجل لموسى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، حصلت على ما تريد يا موسى. فرجع موسى عليه السلام إلى مصر، فذهب إلى أهله. هناك كلم أخاه هارون عليه السلام أن الله عز وجل قد جعلك معي نبيا وزيرا تؤيدني. قال: وماذا طلب الله عز وجل منا؟ قال: أن نذهب مباشرة إلى قصر فرعون فندخل عليه فندعوه إلى الله جل وعلا. لما وصل موسى وبيده العصا معه أخاه هارون إلى قصر فرعون، وفي الخارج أوقفهم الحراس، أوقفه الحاجب، قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الدخول على فرعون. قال: ومن أنت حتى تدخل على فرعون؟ قال: قل له موسى ابن عمران. فذهب الحاجب الحارس إلى فرعون، دخل عليه، فقال: هناك من يطلب الدخول عليك. قال: من هو؟ قال: اسمه موسى. قال: من؟ أي موسى؟ قال: موسى ابن عمران. قال: موسى ابن عمران بنفسه جاء إلي وأنا كنت أبحث عنه منذ زمن. قال: نعم، هو في الخارج ينتظرك. قال فرعون: فأدخله علي. فدخل موسى عليه السلام وبيده العصا ومعه أخاه هارون، يمشي على عصاه، يتكئ على عصاه بحالة الرثة. دخل إلى فرعون في قصره، دخل موسى عليه السلام ليبلغ رسالة ربه جل وعلا ويدعو فرعون إلى الله جل وعلا. لما دخل موسى عليه السلام مع هارون إلى قصر فرعون، وجد عند فرعون وحوله الملأ، وجد المقربين لفرعون، الوزراء، الحاشية، أصحاب فرعون اجتمعوا حوله. لما دخل موسى وعرفه فرعون قال: ما الذي جاء بك يا موسى؟ قال موسى عليه السلام يخاطب فرعون يدعوه إلى الله عز وجل بكل لين، قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ استغرب فرعون: أنت يا موسى الذي ربيناك عندنا في هذا القصر في هذا المكان، جئتنا وليدا وجدناك، أطعمناك وربيناك حتى صرت رجلا وغبت عنا 10 سنين، وفعلت فعلتك بعد أن قتلت نفسا وهربت منا ثم رجعت لتأتينا بدين جديد، ماذا تقول يا موسى؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يذكره لما قتل رجلا خطأ، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسى عليه السلام لم ينكر أنه قتل نفسا خطأ، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، فررت ثم رجعت أذكركم بالله عز وجل وأدعوكم إلى عبادة رب العالمين. الآن بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام، يستهزئ به أمام الملأ، أمام الناس الذين من حوله. قال له وقد سأله سؤالا ظن أن موسى لن يجيب عليه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ فإذا بموسى عليه السلام يقول بكل جرأة: قال رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما. يريد موسى أن يسمع فرعون ويسمع كل الذين من حوله
دعوته إلى التوحيد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الذي يزعم أنه رب وأنه هو الله كاذب. أنا أدعوكم إلى عبادة من خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فإذا بفرعون يستشيط غضبا ويقوم من مكانه من كرسيه وينادي الذين من حوله يقول لهم ألا تستمعون، ألا تسمعون إلى هذا الهراء الذي يتفوه به موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرد بكل ثقة قال ربكم، يلتفت إلى من حوله، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إن كان فرعون ربا فمن خلق آباءه ومن خلقكم ومن خلق آباءكم؟ إنه الله جل وعلا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا بفرعون يبدأ الآن يغلظ الحديث، قال إن رسولكم، انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى الذي بعث إليكم، إنه مجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يبالي موسى عليه السلام واستغل الفرصة بأكملها، أنا مجنون يا فرعون، أنا مجنون الذي أدعوكم إلى الله جل وعلا. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وما بينهما إن كنتم تعقلون. لننظر من صاحب العقل، أنا أم أنت أم الذين من حولك يا فرعون؟ هو رب المشرق، هو رب المغرب، هو رب ما بينهما إن كنتم تعقلون. ما ندري من الذي يعقل ومن الذي هو مجنون. فإذا بفرعون الآن يستشيط غضبا ويقول لمن حوله ما علمت لكم من إله غيري، يا موسى لئن لم تسكت عن هذه الدعوة وعن هذا الكلام لأجعلنك من المسجونين. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. أين الحوار يا فرعون؟ أين العقل الذي عندك يا فرعون؟ تجادل موسى، تناقش موسى، عندك الحجة، عندك البرهان، لما لجأت إلى السجن؟ دائما حجة الضعفاء الذين لا يملكون أي حجة، أصحاب الدعاوى الواهية حجتهم ودليلهم السجن. إذا لم يستجيب الناس لكلامي وإذا لم تقف يا موسى عن دعوتك فإن السجن ينتظرك. مسكين فرعون، مسكين فرعون وأمثال فرعون، ما دروا أن موسى لا يبالي بالسجن، بل موسى عليه السلام لا يبالي لا بقتل ولا بتعذيب ولا بسجن. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. وإذا بموسى عليه السلام يرد عليه، يريد أن يقلب الحديث في صالحه. قال موسى الذكي العاقل النبيه، هو من أولي العزم من الرسل كليم الله، قال يا فرعون أولو جئتك بشيء مبين قبل أن تدخلني السجن، قبل أن تمنعني أتحدث إلى الناس وأبلغهم دين الله جل وعلا، قبل أن تفعل أي شيء دعني آتك بآية بينة، أولو جئتك بشيء مبين؟ قال وما المبين عندك يا موسى؟ أنت لا تعرف حتى الحديث، لا تكاد تبين، ما عندك يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يرفع عصاه والناس يشهدون في قصر فرعون، فيرمي موسى عليه السلام العصا فإذا هي ثعبان مبين، فقام الناس من مقامهم وإذا بهذا يقوم وهذا يتحرك، كل منهم يقوم خاف من عصا موسى عليه السلام. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثم رفع موسى يده بعد أن أدخلها في جيبه فإذا هي بيضاء نور يتلألأ، فانبهر كل الحضور. هنا أسقط فرعون في يديه، هنا لم يعرف فرعون ماذا يفعل وماذا يصنع. ترى ماذا صنع فرعون بعد هذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا تصرف فرعون؟ هل انهزم أم أنه تحدى موسى عليه السلام
لمعركة وجولة أخرى. ما الذي حدث بين موسى وفرعون؟ هذا ما سوف نشاهده إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.